أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن مصر تدعم جهود منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك في تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة للبترول من أجل الحفاظ على سوق عالمي للبترول متوازن وعادل. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة للبترول غير الأعضاء بالمنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث شاركت مصر بصفة مراقب تلبية للدعوة الموجهة إليها من المنظمة.